صورة العنفوان الثوري الفلسطيني، متراس العمل الوطني التنظيمي والعسكري، مدرسة النضالية خرجت كبار المناضلين والمقاتلين، فكيف لا وهو أول الرصاص الذي أوجع الكيان الصهيوني بعملياته النوعية، وبقدرته الفائقة في ابتكار أقوى الاستراتيجيات النضالية العسكرية، كان هو أول الحجارة التي انفجرت لتشكل انتفاضة بوجه المحتل، تروي للعالم أجمع معاناة شعب ارتكبت بحقه أبشع المجازر، فلقب بعدها بمهندس الانتفاضة. القائد الفلسطيني الوطني، نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية خليل إبراهيم محمود الوزير أبو جهاد، الذي ولد في الرملة في 1935، كان خليل الوزير لا يزال فتاً يافعاً في 13 من عمره عندما حلت النكبة 48، تحت تهديد السلاح ورشقات رصاص العصابات الصهيونية التي أمطرت سماء ذاك اليوم، بدأت رحلة التهجير التي جعلت من خليل الوزير وعائلته وآلاف الفلسطينيين لاجئين في أرضهم، فمن الرملة إلى اللطرون ثم رام الله ثم الخليل، لتستقر العائلة أخيراً في غزة. كانت الظروف التي عاشها خليل الوزير في صغره كفيلة ببدء نشاطه الوطني بسن مبكرة، حيث أصبح عضواً في مجلس طلبة مدرسة فلسطين الثانوية في غزة، وترأس تحرير مجلة فلسطيننا، كما تفتحت عيناه مبكراً على العمل السري والتنظيمي الذي من خلاله قام بتنظيم مجموعة طلائعية نفذت عدداً من الهجمات على أهداف إسرائيلية بمحيط قطاع غزة. لم يتجاوز خليل الوزير 16 بعد، لكنه أصبح أميناً لسر المكتب الطلابي لجماعة الإخوان المسلمين الذين انخرط في صفوفهم في غزة، إلا أنه أدرك لاحقاً أن أهدافه لا تتقاطع مع الحركة بعد مطالبته لهم بتبني شعار فلسطين أولاً قولاً وفعلاً، واعتماد الكفاح المسلح كطريق لتحرير فلسطين، الأمر الذي تمت مقابلته بالرفض من قبل الإخوان. التقى خليل الوزير وياسر عرفات لأول مرة في غزة في عام 54، أثناء زيارة عرفات إلى غزة عقب تصاعد الهجمات الإسرائيلية على القطاع. عرفات الذي كان حينها رئيساً لرابطة طلاب فلسطين في مصر، قابله خليل الوزير كصحفي شاب وكرئيس تحرير مجلة فلسطيننا. كانت هذه بداية علاقة نضالية جمعها هدف واحد، فتعهدا سوياً على السير معاً في طريق الكفاح لتحرير فلسطين. بدأت الخلايا المسلحة التي شكلها خليل الوزير أبو جهاد بداية الخمسينات بعملها العسكري ضد الأهداف الإسرائيلية على خطوط الهدنة. كان تأسيس عمل مقاوم منظم ضد الاحتلال الإسرائيلي هو الشغل الشاغل لخليل الوزير، وتقاطع معه عدد آخر من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها. شارك خليل الوزير في تنفيذ عدة عمليات قام بالتخطيط لها، وفي عام 55 قامت مجموعة ترأسها بتنفيذ عملية كبيرة ومهمة، وهي تفجير خزان زهر قرب بيت حانون. أبعدته السلطات المصرية عقب ذلك من غزة إلى مصر، وهناك بدأ دراسته الجامعية، لكنه اضطر إلى قطعها والسفر إلى السعودية ثم الكويت ليعمل مدرساً. وفي الكويت التقى مجدداً بياسر عرفات وعدد من الأخوة ليبدأ العمل بشكل تنظيمي على تأسيس حركة فلسطينية لتحرير فلسطين من خلال الكفاح المسلح، فكانت حركة فتح. بادر خليل الوزير مع ياسر عرفات بتأسيس صحيفة فلسطيننا نداء الحياة، التي كانت منبراً للحركة وساهمت في استقطاب العديد من الشباب لصفوف المجموعات التنظيمية الثورية. في ذلك الوقت كانت هناك بداية تحرك، كان الشعور أنه لابد أن يتحرك الفلسطينيون، ولذلك كل مجموعة كانت تتحرك من ذاتها، وأهمية حركة فتح أنها كانت مثل نهر تصب فيه بقية الجداول، ومن هنا
أصبحت هذه الجداول تصب على جدولنا الكبير حتى أصبحت نهر من العمل الفلسطيني. في عام 62 تزوج خليل الوزير من ابنة عمه ورفيقة دربه في الكفاح انتصار الوزير، وأسسا عائلة وأنجبا 5 أبناء. تولى أبو جهاد في نهاية عام 63 مسؤولية إدارة أول مكتب لحركة فتح في الجزائر، نجح من خلاله بتمتين العلاقات مع الحكومة الجزائرية التي أعطت على ضوء ذلك عدة تسهيلات للفلسطينيين. بعد انطلاق حركة فتح والكفاح المسلح للثورة الفلسطينية، غادر خليل الوزير الجزائر في العام 65 إلى دمشق لتصبح هي المحطة القادمة في حياته، حيث أقيم فيها مقر القيادة العسكرية لقوات الثورة الفلسطينية. كان أبو جهاد هو المسؤول عن الخلايا الفدائية داخل فلسطين، لكن دمشق لم تكن سوى محطة قصيرة انتهت باعتقاله ورفيقه ياسر عرفات وعدد من قيادات الحركة بعد اضطراب الوضع هناك. كانت مسيرة خليل الوزير الثورية حتى تلك اللحظة تعج بالكثير من الفعل المقاوم المنظم ضد الاحتلال الإسرائيلي وأهدافه. لم يكن خليل الوزير يخاف من أي مواجهة مع العدو، بل كان ينتهز كل فرصة متاحة لذلك، إذ قام بتوجيه عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في عام 67، وساهم إلى جانب رفاقه في قيادة الثورة في التصدي للقوات الإسرائيلية في معركة الكرامة عام 68، كما شارك في مطلع السبعينات في معارك الدفاع عن الثورة الفلسطينية في الأردن، ثم انتقل بعدها إلى لبنان، وهناك انخرط خليل الوزير أبو جهاد في عمليات إعادة البناء والتدريب العسكري. بعد اغتيال كمال عدوان في بيروت، تولى أبو جهاد مسؤولية القطاع الغربي في فتح. كان أبو جهاد آنذاك عضواً للجنة المركزية لحركة فتح، وبالإضافة إلى ذلك تم انتخابه في المؤتمر الرابع للحركة في عام 80 ليصبح نائباً للقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية. الشيء الواحد اللي بنأكد عليه هو أن هذه الإرادة لا تهتز ولن تهتز أبداً بحال من الأحوال، وهي إرادة الإصرار وإرادة استمرار القتال والدفاع عن النفس بكل الوسائل، هذا شعار الجميع. كان أبو جهاد شخصية تنظيمية من العيار الأول وعقلية عسكرية فذة انعكست في نوعية العمليات التي قادها وخطط لها، كعملية فندق السافوي في تل أبيب وعملية انفجار شاحنة مفخخة في القدس عام 75، وعملية قتل كبير خبراء المتفجرات الإسرائيليين ألبرت ليفي ومساعده في نابلس عام 76، وعملية الشاطئ بقيادة دلال المغربي في عام 78، وعملية قصف ميناء إيلات عام 79، وقصف المستوطنات الشمالية بالكاتيوشا عام 81، بالإضافة إلى أسر 8 جنود إسرائيليين في لبنان ومبادلتهم بحوالي 5000 أسير لبناني وفلسطيني ومئة من أسر الأرض المحتلة، وعملية اقتحام وتفجير مقر الحاكم العسكري في سور عام 82، وإدارة حرب الاستنزاف ضد إسرائيل جنوب لبنان عامي 82 و83، وآخرها عملية مفاعل ديمونة عام 88 التي كانت السبب الرئيسي لقرار العدو باغتياله. عقب الحصار والعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 82 كمحاولة لتصفية الوجود الفلسطيني هناك، وبعد اتفاق دولي غادرت المنظمة الأراضي اللبنانية متجهة إلى تونس، اختار خليل الوزير سوريا مجدداً التي كانت الأقرب مكانياً ليقيم فيها، ويواصل التردد على لبنان التي ما زالت تتواجد فيها وحدات من قوات الثورة الفلسطينية. كانت حركة فتح قد سطرت بطولة تاريخية في لبنان وسبقها العديد من محطات المواجهة مع العدو الصهيونية، الأمر الذي جعل البعض يخرجون عن الأطر الشرعية للحركة، فكان الانشقاق بمساعدة بعض الأنظمة العربية هو الوسيلة لمحاولة الاستحواذ عليها وسرقة إنجازاتها.
ونتيجة لذلك قامت السلطات السورية بمنع خليل الوزير عام 83 من الدخول لأراضيها، فتوجه سراً إلى لبنان ليقود قوات الثورة مجدداً والتصدي للمنشقين وأعوانهم. في عام 84 تولى أبو جهاد رئاسة الجانب الفلسطيني في اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة لدعم أهالي الأرض المحتلة، لكن في عام 86 ساءت الأوضاع لتقرر السلطات الأردنية إغلاق 25 مكتباً من مكاتب المنظمة هناك وإبعاد خليل الوزير أبو جهاد إلى بغداد. واصل أبو جهاد في بغداد عمله كنائب للقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية وكمسؤول للكفاح المسلح داخل الأرض المحتلة، وكان بين الحين والآخر يتردد على تونس حيث مقر المنظمة ومقر إقامة أسرته. اعتبر أبو جهاد ترتيب الجبهة الداخلية والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني والقضية ضرورة قصوى، فأعطى الأهمية لوحدة حركة فتح وضرورة الإصلاح والمحاسبة، وقاد بنفسه جلسات الحوار الوطني مع الفصائل لينجح في التوصل إلى اتفاق تجسد في عقد دورة الوحدة الوطنية في المجلس الوطني الذي عقد في الجزائر عام 87، الأمر الذي انعكس على وحدة الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني. كان أبو جهاد أكثر إدراكاً ووعياً لمعادلة الصراع وأهمية تنوع أشكال النضال، الأمر الذي جعله يدرك وبشكل مبكر أهمية بناء المؤسسات الفلسطينية داخل فلسطين لتشكل بنية تحتية مقاومة، فقام بتأسيس ودعم حركة الشبيبة الطلابية في الجامعات الفلسطينية بالإضافة لبناء ودعم عدد من المؤسسات والأطر واللجان الفلسطينية التي أسست لمعالم مجتمع فلسطيني في الأراضي المحتلة قادر على المقاومة والصمود في وجه المحتل. استطاع أبو جهاد أن يربط الداخل الفلسطيني بالخارج، وكانت إحدى سماته العبقرية أنه أعطى اهتماماً للأراضي المحتلة معتبراً إياها مركز الثقل للعمل الوطني، مساهمة بذلك باندلاع شرارة الانتفاضة الشعبية في كانون الأول ديسمبر لعام 87. لقد أرعب اسم خليل الوزير أبو جهاد قادة الكيان الإسرائيلية، فاعتبروه الرأس المدبر ومحرك العمل العسكري ضدهم بصفته مهندس الانتفاضة، ووصفته الصحافة الإسرائيلية والأمريكية بالمخطط البارع الذي لا يهزم. ضربنا القيادات إن شاء الله، وبعدين بالنهاية سكرنا الشوارع، بعدين الشوارع هذه في أحد الشوارع مثلاً حجزنا لنا 500 واحد لقطة بقدر الواحد يساوم عليه، بس مكان حطيت فيه ما بيروح الواحد في مطلقات إلا لما يكون مظبطه، عندك الدين وعندك العبوات اللي معرفه، بحيث إنه في أي لحظة يتفجر فيهم كل يتفجر فيهم كليات المبنى أو هذا كليات كائنا ما يكون العدد سبعهم. كان أبو جهاد العدو الأخطر لإسرائيل على مر 3 عقود، الأمر الذي جعل اسمه يتصدر لوائح الاغتيال الإسرائيلية. في فجر يوم 16 من نيسان لعام 88 شن الكيان الإسرائيلي الغاشم حرباً ثالثة لتحقيق الهدف. كانت كتيبة كوماندوز إسرائيلية تضم أكثر من 25 عنصراً من وحدة الاغتيالات بمساعدة طائرتين عموديتين وأربع سفن وزوارق مطاطية تتجهز للمواجهة مع رجل واحد. بينما كان أبو جهاد ساهراً لحماية المشروع الوطني يكتب رسالة للقيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة، كانت كتيبة الموت تتأهب لاقتحام منزله. رصاص الاحتلال الغادر عم المكان من كل حدب وصوب، وما كان من أبو جهاد إلا المواجهة، رجل واحد ومسدس واحد مقابل جيش مدجج بالسلاح ووابل من الرصاص. لم تكن عملية اغتيال عادية، أكثر من 77 رصاصة اخترقت جسده الطاهر، تناوبت عناصر الكتيبة على إفراغها في جسده أمام ناظري عائلته، معتقدين أنهم بهذا الفعل الحاقد سيوقفون مسيرة الكفاح. استشهد خليل الوزير أبو جهاد. يبدو أن الإسرائيليين لا يتعلمون من التاريخ
معتقدين في كل مرة أن الاغتيال سينهي كل شيء، لكن القائد خليل الوزير أبو جهاد لم يكن إنساناً عادياً، كان هو الفكر والفكرة التي لا تموت، النهج والمنهج الذي يسير على دربه الآلاف. كانت آخر كلمات خططها يد أبو جهاد: لنستمر بالهجوم، ولا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة. أقول للثوار، للأطفال، للجنرالات الجدد، أن أبا جهاد، عندما سقط كان قد ربى هذه الآلاف المؤلفة من القادة الجدد، وهذا هو فخرنا. إذا سقط منا سيد، إذا سقط منا قائد، تبعه آلاف من القادة الجدد يرفعون العلم، إلى المسيرة، المزفرة، إلى فلسطين، إلى القدس. عقل الثورة ورمز الكفاح، عنوان المقاومة وحكاية الانطلاقة ومعنى الانتفاضة، رجل العاصفة ورمز البطولة والاستشهاد، أمير الشهداء، أول الرصاص وأول الحجارة، ستبقى ذكره حجر الأساس في مشروعنا النضالي خالدة فينا، ليتحقق الوعد والأمل بتحرير فلسطين.